مرحبا جميعا. طبعا زي ما شفتوا في عنوان الفيديو راح نتكلم عن السوريكاتا اي بي اس، بس طبعا راح يكون مبسط. انت مثلا كاند يوزر في عندك لابتوب عليه ويندوز اوبريتنج سيستم، طبعا بيجي باي ديفولت في عليه فاير وول وويندوز ديفندر. طبعا السؤال، هل البرنامجين هذول كافيين؟ طبعا اذا حيكون حيوفروا لك حمايه، لكن فعليا هو ما راح يحميك بشكل كامل. الفاير وول راح يعمل فلترنج للترافيكس وللبورت، وطبعا الويندوز ديفندر راح يعمل سكان للماليشس فايلز الموجوده عندك في جهازك. احنا هنا في هاي الفيديو راح نعمل فكره السوريكاتا او الاي بي اس، انا حضيفه معي في الجهاز كنوع من الحمايه، وراح نحكي طبعا شو فائده السوريكاتا او الاي بي اس او الاي دي اس بشكل عام، وراح نعمل سيميوليشن لاتاك معين، وراح نشوف هل فعلا السوريكاتا راح يحمينا وكيف راح يكون بدون السوريكاتا. طبعا السوريكاتا زي ما احنا بنعرف، اذا سمعتوا عن السنورت، هو عباره عن اي دي اس او اي بي اس معين. طبعا الاي دي اس بيكون انتروجين ديتكشن سيستم، بيعمل بس اليرت اذا شاف اي malicious activities او شغله صارت في النتورك، بيعطي عليها اليرت. بينما الاي بي اس هو انتروجين بريفنشن سيستم، راح يعمل اكشن، الاكشن ممكن يكون دروب او ريجكت. طبعا الاثنين نفس الفكره، بس الدروب بالعاده بيكون في الوان، طب انت في الوان بحيث انه الشخص اللي بيحاول مثلا يعمل سكان او بيحاول يعمل اتاك ما راح يطلع له اي ريزلت. بينما الريجكشن بالعاده بيكون في اللان، في اللوكال اريا نتورك، بحيث الموجودين معي في نفس النتورك بيطلع لهم انه صار في ريجكشن. بس هم التنتين يعني الاكشن نفس الشيء تقريبا، بس في واحده ما بيطلع ريزلتس وفي واحده بيطلع له ريزلتس انه في صار ريجكشن. طيب بدون ما ادخل بتفصيل عميق، راح ناخذ مثال في الميتا سبلويت في الكالي لينكس. على سبيل المثال زي ما احنا شايفين في بايلود معين ممكن ينعمل اللي هو الريفرس تي سي بي للويندوز. فانا بيكون في عندي بايلود معين ممكن اضيفه مع ملف اكسكيوتابل فايل اي برنامج معين، وطبعا زي ما احنا شايفين بيعرف اللوكال هوست اللي هو تبع الكالي لينكس، حيعرف الاي بي ادرس تبعه وراح يعرف اللوكال بورت تبعه. مثلا هون على سبيل المثال ما حاطط 9500 البورت، ممكن انا احط 443 للاتش تي تي بي اس او اي بورت انا معين بكون بدي اياه مثلا. والهاكر في هاي الحالة هو نزل لك يا الملف، فأنت لما تيجي كيوزر، لما تيجي أنت كيوزر معين بدك تنزل هذا البرنامج، أنت ما راح تكون تعرف، وأنت في هاي الحالة شغلت كوماند لاين معين وعملت ريفرس تي سي بي بحيث أنه هذا الهاكر صار عنده القدرة يشبك على جهازك وياخذ منك معلومات أو شغلات أنت بتكتبها مثلا على الكيبورد وأنت ما بتعرف. فراح اورجيك على سبيل المثال، لما اجي انا مثلا كاند يوزر بدي انزل مثلا برنامج معين الوينرار على سبيل المثال، من عند البروبرتيز في عندي ديجيتال سيجنتشر. الديجيتال سيجنتشر بتخليني اتاكد، لما اشوف الديجيتال سيجنتشر از اوكي بتخليني اتاكد انه المصدر تبع البرنامج هو نفس المصدر الحقيقي، يعني ما مش انه تغير. فالديجيتال سيجنتشر انا ممكن تساعدني او تحميني في حال اجيت بدي انزل مثلا برنامج معين. هاي على سبيل المثال الفكره تبعت البايلود والريفرس تي سي بي. ممكن الفاير وول على سبيل المثال، لو انا اجيت نزلت هذا الماليشس اب وشغلت كوماند لاين معين، ممكن يكون مثلا باش او اي ملف بيسمح لي ان اعمل او استابليش كونكشن بين الهاكر وبين الفيكتيم، حكينا على سبيل المثال الريفرس تي سي بي، في هاي الحاله الفاير وول ما راح يحمي. هون بيكون اتاكر في هذا الحال شبك على جهازك، ممكن يعمل شير للسكرين تبعتك او ياخذ معلوماتك وانت ما بتعرف. فهي اهميه السوريكاتا كاي دي اس او كاي بي اس، انه يعمل ديتكشن لاي سايبر اتاكس ممكن يصير. ممكن يكون دينايل اوف سيرفيس ياثر على الافيلابيلتي، ممكن يكون رانسوم وير، ممكن يكون فيشنج، ممكن يكون مالوير برنامج انت نزلته، هذا المالوير ممكن يكون فيه كي لوجر او روت كيت مثلا معين. فاحنا لو شفنا على سبيل المثال عندنا بالعاده يعني البنوك مثلا لما تيجي بدك تعمل لوجن بيكون في عندك خيار للفيرتشوال كيبورد، بدل ما تكتب على الكيبورد
ممكن يكون في عندك أحرف غير مرتبة وأنت تستخدم هذا الكيبورد تعمل كليك بدل ما تعمل تايبنج. طبعا في هذا الفيديو بعد ما نزل الـ IDS أو الـ IPS اللي هو السوريكاتا راح نعمل سيميليشن للسينك فلود أتاك للبورت سكان. طبعا السينك راح أبعث مجموعة من السينك مرة واحدة كميات كبيرة، والهدف منها أنه يصير overwhelm على السيرفر أو على التارجت، وبالتالي لما يجي عندي كلاينت او يوزر بده يشبك بيكون ايش مش نت افيلبل هذا السيرفر، لانه صار في اوفرويلمنج او صار في بحيث ان اثرت على الافيلابيلتي. بينما في البورت سكانينج انا هذا نوع من انواع المالشس سكانز، ان انا بشوف شو الكريتيكال بورتس الاوبن بورتس البورتس اللي بيكون مفتوحين، بحيث انه بهاي الحاله انا ممكن استغل هذا البورت عشان اشبك عليه. فراح نشوف هذول التو اتاكس بدون السوريكاتا ومع السوريكاتا. راح اعمل اتاك على جهاز نفسه الويندوز، وراح نشوف اهميه السوريكاتا ك اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم. مبدئيا اول شيء لازم ننزل ثلاث برامج الموجودين عندنا على الشاشه عشان نقدر ننفذ الاوامر اللي حكتب لكم اياها او الكوماند لاين اللي حكتب لكم اياها. لازم هذول الثلاث برامج يكونوا موجودين عندي. اول شيء السوريكاتا، طبعا اللينك راح يكون موجود بالديسكريبشن. السوريكاتا راح ننزل ملف السوريكاتا، بعدين راح ننزل الان بي كاب والوين بي كاب. طبعا هذول الملفين الان بي كاب والوين بي كاب بيلزمونا في حال احنا بدنا نعمل كابتشر للترافيك، يعني مثلا على برنامج الواير شارك لازم يكونوا موجودين. طيب فراح اورجيكم الخطوات. طبعا اول شيء بالنسبه للسوريكاتا، طبعا اللينك موجود في الديسكريبشن تبع الفيديو، حتشوفوا لما نيجي نفتح تحت حنشوف حننزل تحت على الليتست فيرجن اخر اصداره. ولازم ننتبه انه في عندك في نسخه عاديه وفي نسخه اللي بيجي معاها الوين دايفرت. طبعا احنا راح ننزل الوين دايفرت لانه النسخه العاديه بتكون اي دي اس اللي هو اللي بيكون الانتروجين ديتكشن سيستم، لكن احنا بدنا بريفنشن سيستم الاي بي اس. فراح نكتب نستعمل كوماند الوين دايفرت. فاذا كان ما كنا منزلين النسخه اللي فيها الوين دايفرت راح يطلع لك الكوماند نوت فاوند. تمام. فبعد ما انزل الملف، انا طبعا الملف عملت له داونلود موجود عندي وشغلته، عملت له يعني انستول. طبعا هنعمل نيكست وهنعمل انستول، اوريدي موجود عندي الملف. ونفس الاشي بالنسبه للملف الان بي كاب والوين بي كاب. طبعا بالان بي كاب بس في نقطه مهمه لازم ننتبه لها لما نيجي ننزل البرنامج، اللي هو نختار اللي بالنص هاي اللي هي الوايرلس ادابترز. طبعا باي ديفولت ما بتكون موجوده، في حال ان انا كنت شابك وايرلس وما كنت مختارها ما عملت لها انستول طبعا ما راح يعمل كابتشر للترافيك على الوايرلس كونكشن، فهاي مهمه جدا. ونفس الخطوات من نزل برنامج الوين بي كاب. طبعا لو دورت على جوجل حتشوف البرنامجين الموجودين، وطبعا تبع السوريكاتا انا راح انزل لك اللينك. بعد ما ننزل الثلاث ملفات لو رحنا على الدرايف سي عند البروجرام فايلز حنشوف في ملف مكتوب عليه السوريكاتا، وحنشوف هاي مجموعه الملفات. تمام. راح اشرح لكم شو الخطوات اللي احنا نحتاج ان نعملها، وراح نطبقها عملي ونشغل السوريكاتا الاي بي اس ونجرب نعمل اتاك ونشوف هل فعلا راح يحمينا. فاول شيء طبعا لازم يكون في انا عندي ستاتيك اي بي ادرس. طبعا حورجيكم كيف تطلع الستاتيك اي بي ادرس، او يكون عندك اي بي ادرس بس بيكون ثابت بحيث انك انت لما تيجي بدك تعرفه في الكونفيجريشن فايل ما تغيره كل مره. الكونفيجريشن فايل اللي هو السوريكاتا دوت واي اي ام ال هو هذا الملف اللي موجود في البروجرام فايلز سوريكاتا. بعد ما نزلناه راح نشوف هذا الملف. هذا الملف اللي هو حيكون عباره عن كونفيجريشن فايل، راح ندخل عليه وراح نعمل حنعدل الشغلات في الكونفيجريشن، مثلا الاي بي ادرس راح اعرفه، واللوجز الباث تبع اللوج اللي هو بتسجل فيه اي ديتكشن او اي اليرت الاي دي اس بيسجله في اللوج. وفي طبعا عندي الرولز، الرولز طبعا راح انزلها من الايمرجنج ثريتس. في عندي اكثر من مصدر ممكن اخذ الرولز، انا راح استعمل في عندي في اللي هو هذا الويب سايت او هذا اللينك اللي هو الايمرجنج ثريتس،
في عاملين all rules في ملف واحد، أو ممكن أنزل rules بحيث أنه كل مثلا كل كاتيجوري لها رول معين. يعني مثلا المالوير حاطين لك في ملف لحال، مثلا السكان في ملف لحال، فحسب شو نوع الأتاك عامل لك إياه في ملف. أنا راح أنزل all rules هذا الملف طبعا اللي هو بيكون ملف مضغوط، راح أنزله حوارجيكم. طبعا كل الرولز موجودة في ملف واحد. الفكرة أنه كل ما كان عندي رولز أكثر، كل ما كان عندي ديدكشن أحسن، وبرضو بريفنشن بيكون أحسن. في يعني في أكثر من مصدر ممكن أنت تنزل الرولز، ممكن من الجيت هاب مثلا تنزل رولز، ممكن من السنورت الويب سايت تبع السنورت. لو شفت في عندك داونلود رولز راح تلاحظ أنه في عندك ثلاث أنواع، في إذا كان فري بدون أي ريجستريشن، أو ممكن أنت تعمل ساين أب تدخل تعمل أكاونت مثلا، وفي عندك بطلع مجموعة رولز في حال أنك أنت سويت ريجستريشن، وفي عندك كمان سبسكريبشن إذا أنت دفعت اشتراك ممكن يعطيك كمان رولز أقوى. فالفكرة أنه هو ملف الرولز ممكن أكثر من أي مصدر أنا ممكن أجيبه. بعدين راح نعرف الباث تبع الكلاسيفيكيشن اللي هو الملف اللي راح يكون موجود عندي، هذا classification.config. وأيضا في عندي الملف reference.config، كمان هذا الملف راح أحدد الباث تبعه. وبعدين راح أشغل الكوماند الموجود عندنا حاليا. طبعا راح أشرح لكم كل واحدة شو معناتها، هو كوماند بسيط. طبعا السوريكاتا في مجموعة كوماند، لو أنت كتبت سوريكاتا لحالها وضغطت Enter راح يطلع لك كل الخيارات الموجودة فيه، بس احنا حاليا بلزمنا هذا الكوماند البسيط جدا لانه اوريدي كل شيء معرف في الكونفيجريشن فايل، فما في داعي اني احدد الانترفيس واحدد اللوج لانه كله بيكون موجود عندي في هذا الملف. بس طبعا من عند صفحه الكوماند برومت نفتح بنكتب اي بي كونفيج. طبعا هي صوره توضيحيه، لما اكتب الاي بي كونفيج بدك تطلع تتاكد اذا انت شابك على الايثرنت او شابك واي فاي. فمثلا لما تكون شابك الواي فاي حيطلع لك الاي بي ادرس، حيطلع لك السبنت ماسك. طبعا هاي شغلات في النتورك، بس انا المشكله اللي كانت عندي اني يعني انا شابك وايرلس على هوت سبوت 4G بالموبايل، وطبعا عندي الاي بي ادرس كل فتره بضله يتغير بشركه اورنج عندي الانترنت، فما عندي ستاتيك اي بي ادرس. طبعا انت ممكن تعرف ستاتيك اي بي ادرس لو رحت عند الادابترز، على سبيل المثال رحنا عند الادابتر اوبشنز مثلا عند الواي فاي، ممكن انا من عند البروبرتيز اي بي في 4 وممكن احط اعمل ستاتيك اي بي ادرس، اعطيه اي بي ادرس يكون ستاتيك بحيث انه ما يتغير. وطبعا السبنت ماسك والديفولت جيت واي والدي ان اس سيرفر، هي في النتورك يعني شغلات بدها حدا يكون بيعرف نتورك، بس انا ما راح ادخل بالتفصيل. مبدئيا سبنت ماسك على سبيل المثال هذا يكون 255 ثلاث مرات بعدين زيرو، هذا بيكون اللي هو ال 24. لو كان مثلا عندي 255 255 بعدين 00 بيكون 16. طبعا في اونلاين كونفرتر بتحسب لك السبنت ماسك، بس احنا ما راح ندخل بالتفصيل. بس انا بدي اورجيكم اذا انت عندك ستاتيك اي بي ادرس بيكون ممتاز، اذا عندك الاي بي ادرس راح يتغير كل فتره، راح اورجيك انا شو الخطوات اللي انا عملتها. تمام، خلينا نفوت على الملف الكونفيجريشن اللي حكينا عنه أول مرة اللي هو موجود في عند السي بروجرام فايلز السوريكاتا، هذا الملف الكونفيجريشن. تمام، فلما تيجي نعرف الشغلات اللي ذكرناها مبدئيا هيفتحنا الصفحة. طبعا أنا مستعمل النوت باد بلاس بلاس عند الهوم نت، بدل ما اكتب الاي بي او اكتب مثلا ستاتيك اي بي ادرس مثلا ثابت، اذا كان انا عندي مثلا 200.194 انا راح اختار في موجود عندي سب، انه السبنت ماسك عندي ثابت اللي هو 24، ودائما الارقام تتغير. هو بالعاده دائما بيبدا عندي 192 بعدين بيبدا 168، هذول عندي ثابتات 168، وبعدين آخر رقمين دائما بتغيروا. فأنا ممكن أحكي له أنه مثلا في خلي ثبت 192 168 واعمل مثلا سكان من 0 ل 255 ومن 0 كمان 255 على سبنت 24. يعني أنا ما بدها يعني في النتورك، إذا أنتوا فاهمين علي، أو يعني
hot static IP address أو مثل أنا شو عملت حددت كله زيرو وكأني بحكي له من 0 ل 255 في كل مرة على السبنت 24 لأنه السبنت عندي ثابت زي ما شفنا عندنا بالصورة هون 255 ثلاث مرات بعدين زيرو هاي معنات السبنت أنا دائما بيكون عندي في الكونكشن على الوايرلس بيكون دائما ثابت وعندي كمان أول رقمين بيكونوا ثابتين 192 168 هم آخر اثنين بيتغيروا فإذا كان أنت عندك static IP address عرفت static IP address بيكون أحسن لك بعدين في الاكسترنال نت راح نكتب نت الهوم نت فهي حتخليها ديفولت ما راح تغيرها من الشغلات كمان اللي بدك تغيرها اللي هو الباث تبع اللوج الباث اللي أنا عرفت اللي موجود عندي ملف اللوج فهو هذا الباث اللي راح أخده program files سوريكاتا log فحنعرف الباث تبع اللوج وطبعا في عندي الفاست لوج لازم تكون enabled موجوده طبعا عند الايف لوج انا عملت لها disable لانها بتاخذ مساحه من الديسك يعني كل ما كان عندك لوج اكثر وبتسجل اكثر كل ما راح ياخذ من مساحه الديسك عندك فانا مبدئيا بلزمني هذا الملف اللي هو الفاست لوج طيب كمان في من الشغلات اللي بتهمني اللي هي الرولز خلينا نكتب نعمل سيرش على الرول او نكتب رول فايلز هذا القسم كمان بيهم الرول فايلز طبعا هو راح يكون عندي الديفولت رول باث راح اعرف الباث تبع الرولز اللي هو راح يكون هذا الفولدر عند ال بروجرام فايل سيركاتا في عندك الرولز طبعا انا اشوف عندي مجموعه رولز نزلها بس انا فعليا مختار الايمجينج اول دوت رولز لازم اكتب اسم الرولز اللي انا راح اقراها الموجوده في فولدر الرولز يعني مثلا في حال انا بدي اضيف رول ثاني اللي هي خلينا نفرض انه مثلا اي رول مثلا الاس ام بي مثلا ايفنتس راح اخذ الاسم وراح اضيفه عندي أنا في فيديو عملته في القناة بيشرح لك الخطوات كيف تكتب كل الرولز مرة واحدة بدل ما تكتب one by one ممكن في خطوات تعملها تكتبهم كلهم مرة واحدة إذا حبيتوا تحضروا الفيديو وبعدين من الشغلات اللي بدنا نعرفها كمان classification path اللي هو الباث تبع هذا الملف classification وأيضا الريفرنس فهنشوف مكتوب البروجرام فايل سوريكاتا بعدين classification.config وهذا الباث اللي هو reference.config طبعا احنا هيك بنكون ايه عرفنا الاي بي ادرس اللوج وعندك ايضا الباث تبع الرولز الفولدر الموجود فيه الرولز واخترنا الاسم اللي هو عند طيب لما نيجي بدنا نقرا الكوماند لاين على صفحه الكوماند لاين راح اكتب سيدي اللي هو change directory وبعدين اعرف الباث تبع الملف الموجود عليه سوريكاتا اللي هو البروجرام فايلز بعدين سوريكاتا فانا مبدئيا عرفت الباث تبع الملف الموجود فيه سوريكاتا راح اكتب الكومنت سوريكاتا بعدين راح اعمل هايفن سي اللي هي الكونفيج الكونفيجريشن اللي هو ايش الملف اللي حيكون فيه الكونفيجريشن اللي هو هذا الملف data.yaml تمام بعدين راح اكتب الكوماند اللي هو تبع الوين دايفر اللي احنا حكينا عنه وححط لكم الكوماند في الديسكريبشن اللي هو الوين دايفر وراح اشرح لكم ليش الوين دايفر راح يكون الترو ممكن انا مثلا حسب البروتوكول اللي هو TCP او مثلا UDP لكن مثلا لما انا اجي اعمل مثلا sync flood راح يكون البروتوكول ICMP فأنا بفضل أني لما أجي أطبق الرولز أخذ كل البروتوكولز فراح أكتب الترو بدون ما أحدد بروتوكول معين تمام راح نجرب نشغله من دون ما نعمل سيرفيس طبعا راح أحكي لكم عن الانستول سيرفيس بعدين بس مبدئيا خلينا نشوف الكوماند لاين نشغله مبدئيا لازم يطلع لي الانجن لازم يطلع لي انجن ستارتد اه
طبعا انا شو الغلط اللي غلطته؟ اني ما دخلت كادمنستريتر، دخلت على الكوماند برومبت، خليني اخذ الكوماند لاين كمان مره، لازم اشتغل كادمنستريتر، راح اخذ الكوماند لاين وراح افوت كادمنستريتر. هذا الغلط انا غلطته، انا دخلت من دون ما اعمل ران اس ادمنستريتر، فكتب لي بيرميشن دينايد. تمام، بس اول شيء خلينا نعرف الباث. تمام، وراح نكتب الكوماند اللي اخذناه اللي هي سركاتا، بعدين هايفن سي الكونفيجريشن، بعدين الون دايفرت. تمام، راح نشوف انه مكتوب هنا انجن ستارتد. الانجن ستارتد معناته مبدئيا السركاتا اشتغل. طيب في نقطه خلينا نتكلم، خلينا نعمل كنترول سي عشان نعمل ستوبينج انجن. خلينا نتكلم عن موضوع الرولز، الملف اللي انا كتبت نزلته اللي هو الايمرجينج داش اول الرولز. في نقطه كتير مهمه لازم تعرفوها، الديفولت اللي انت راح تنزله راح يكون في عندك بعض الرولز مكتوب عليها معمول عليها هاشتاج، فانا لو حولت هاشتاج معناته هذا الرول ما راح يتطبق، راح يعتبر كومنت، راح يعتبر كومنت. فانا ما بدي اياه كومنت يكون، انا بدي اياه يكون يتطبق الرول. وطبعا دائما في البدايه بيكون مكتوب اليرت. انا ما راح استبدل كلمه اليرت بدروب، فبدل ما اعمل 1 باي 1 شو عملت؟ عملت ريبليس اول. ريبليس وين في اليرت عملت لها ريبليس بكلمه دروب وعملت ريبليس على النوت باد بلس بلس. فهو فعليا، وطبعا عملت كمان انه اي اذا كان في عندك هاشتاج عملها ريبليس بالبلانك، اتركها فاضي، عملت ريبليس اول. فعليا اللي صار معي انه وين في هاشتاج زي هاي انشالت، عشان انا بدي اطبق كل الرولز. طبعا احنا لازم ناخذ بعين الاعتبار اللي هي الفولس بوزيتيف ريت، كل ما كان في عندي رولز اكثر ممكن يصير في فولس بوزيتيف، بحيث انه مثلا يكون مثلا اليوزر مثلا اوثرايزد او مثلا ليجيتيميت الترافيك ويروح يفكرها ايش ماليشس. طبعا ممكن انت تقرا عن الفولس بوزيتيف اذا حابب تعرف عنها اكثر، بس مبدئيا انا طبقت كل الرولز وطبعا اخترت دروب. احنا حكينا في عندنا باس وفي عندنا اليرت وفي ريجكت، في عندنا اكثر من نوع. انا عملت دروب وشرحت في بدايه الفيديو شو السبب. اعمل من سيف، فمبدئيا انا بكون خزنت كل الرولز. طبعا انا حسبتهم يعني بيطلعوا يعني كثار، عدد الرولز ممكن يوصل فوق 70,000 رولز لانهم كلهم موجودين في فايل واحد. تمام، فمبدئيا راح نجرب، بس خلينا نشرح اخر نقطه اللي هو هذا الكوماند اللي هو مكتوب السيرفيس. شو الفكره من السيرفيس؟ طيب السيرفيس لما انا اضيف سيرفيس انستول، الفكره انا لما اجي اعمل ريبوت للجهاز، بدل ما كل مره اعمل لما اعمل بوتينج للجهاز او اشغل الجهاز اول مره، بدل ما افوت على الكوماند لاين واكتبها، ممكن نفس الكوماند لاين بس اخر شيء اختار اللي هو السيرفيس انستول. طبعا اوريدي السيرفيس موجوده عندي رننج اس سيرفيس، يعني فما في داعي اني ارجع انزلها كمان مره لاني انا موجوده عندي فعليا. لو انا رحت على السيرفيسز، راح اشوف انه السوريكاتا عندي موجود كسيرفيس. لو عملت دبل كليك راح نشوف الستارت اب تايب، راح نعملها اوتوماتيك، وهذا هو الكوماند لاين اللي احنا شغلناه. تمام، ففي كل مرة أنا بعمل بوت للجهاز راح يشغل هذا الكوماند لاين وراح يشتغل الـ IPS اللي هو السركاتا أوتوماتيكلي، من دون ما كل مرة أني أفوت على الكوماند برومت وأكتب الكوماند. هاي الفكرة من السيرفيس انستول. تمام، فإحنا مبدئيا الآن عرفنا كيف نشغل السركاتا. خلينا نجرب نعمل الآن أتاكس اللي حكينا عنهم في بداية الفيديو، ونشوف مع بدون السركاتا ومع السركاتا. خلينا اول شيء نقرا ملف اللوج عشان نشوف طبعا ملف اللوج اللي هو الفاست دوت لوج. راح اروح عند الفايل بعدين باور شيل رن اس ادمنستريتور، وراح اقرا الملف بشكل لايف بحيث اي تغيير بيصير بالفاست دوت لوج يطلع عندي على الباور شيل. راح اكتب جيت كونتنت
بعدين اسم الملف اللي هو fast.log. ما في داعي اعرف لانه اريد الباث معرف في البدايه. بعدين راح اكتب wait. اوكي حاليا لو دخل جربت افوت على الملف اي تغيير بكتبه راح ينهض في الباور شيل. يعني راح اكتب مثلا تيست على ملف اللوج اعمل سيف اشوف الكلام اللي كتبته في اللوج او اللي تسجل طلع عندي على الباور شيل. تمام. فعندي حاليا في الفيرتشوال بوكس الفيرتشوال بوكس في عليه فيرتشوال ماشين نزلت عليه اللي هو كالي لينكس. طبعا كالي لينكس اللي هم بيستعملوه الهاكرز او بيستعملوه البنتريشن تيستينج عشان يعملوا اتاكس او يعملوا سيميوليشن للاتاكس. طبعا راح نجرب اول شيء الان ماب اللي حكينا عنه في بدايه الفيديو اللي هو البورت سكانينج. وراح اجرب اعمل بورت على جهاز الويندوز تبعي. طبعا الكالي لينكس شابك على نات. اوكي والاي بي ادرس السبنت بيختلف عن السبنت تبع جهاز الويندوز. فراح اكتب سودو على اساس انه هو روت بريفليج وراح اكتب ان ماب وبعدين راح ادخل الاي بي تبع جهاز الويندوز. تمام خلينا نشوف شو ممكن يطلع. الان حاليا في اللوجز ما راح يطلع عندي اي شيء لانه السركات مطفي فما راح يعمل ديتكشن لاي شيء. حاليا الكالي بيعمل سكانينج على الاي بي ادرس تبعي بشوف شو البورتس من بين اكثر 1000 بورت موجود شو البورتس الموجودين. فطلع لي فيه 997 فلترد وفي عندي البورت 135 و139 وهذول البورتس طبعا هم الاوبن. تمام. طيب خلينا نجرب الان نعمل بينج بس نعمل فلوت. يعني نبعث مجموعه كبيره جدا من الباكيتس لنفس الاي بي ادرس ونشوف شو ممكن يصير. راح اعمل بينج وراح اعمل هايفن اف للفلوت وراح اكتب الاي بي ادرس تبع الجهاز. اوكي لاحظوا حاليا بيبعث مجموعه ضخمه جدا من يعني هي تعتبر دينايل اوف سيرفيس. وراح نشوف لاحظ عندي اللوج فاضي لسه ما صار اي شيء لانه السركات مطفي وراح يضل يبعث مجموعه من البينج او راح يبعث مجموعه من الباكيتس لحتى انا اعمل كنترول سي. فلاحظ مبدئيا في عندي 13000 خلال كم ثانيه صار باعت 13810 باكيت وكلهم وصلوا عندي زيرو باكيت لوست. تمام. طيب انا بعد ما نزلت السيرفيس عملت ريستارت للجهاز عشان اتاكد بس انه السيرفيس اشتغلت اوتوماتيكلي. يعني تاكدت من عند الستارت اب انها معمول اوتوماتيك وحاليا هي شغاله. في بس ملاحظه مهمه كمان بالكونفيجريشن فايل لما نيجي عند الرولز يعني احتياطا لما نيجي نعرف الباث تبع الرول نحط اخر شيء باك سلاش بعدين اسم الرول الموجوده في الفولدر تبع الرولز. تمام عشان مهم جدا يكون الرول معرفه بشكل صحيح وتاكد انه اخر شيء مكتوب معمول باك سلاش. طيب خلينا نرجع لملف ملف اللوج اللي احنا كنا فاتحينه على الباور شيل. اوكي خلينا نرجع على لينكس عملت كلير وخلينا نرجع مره ثانيه نفس الكوماند اللي احنا شغلناه اللي هو الماب على نفس الاي بي ادرس تبع الويندوز. اوكي وخلينا نتابع كمان نشوف اللوج اذا في اي شيء بتسجل شوف شو اللي راح يختلف بعد ما شغلنا السوريكات. اوكي شوف الان عندي بدا الاي بي اس يعمل ديتكشن انه في عندك بوتنشال باد ترافيك وعم بيعمل دروب وبيحدد لنا السورس والديستنيشن والبروتوكول اللي هو التي سي بي اوكي ويو دي بي وهون كله قاعد بيعمل ديتكشن. وخلينا نشوف الان في الكالي لينكس على نفس الاي بي ادرس اللي جربنا عليه بدون اول مره بدون سوريكاتا طلع انه كل البورتس ار فلترد. شايفين هذا اختفى انه ما طلع اي اوبن بورت. خلينا نجرب نفس الكومنت تبع البينج هايفن اف اللي هو الفلود اوكي على نفس الاي بي ادرس نجرب نشوف. لاحظوا الان الـ كمان عندي بتسجل
شايفين البروتوكول ICMP عم بيعمل ديدكشن انه في مجموعه كبيره من الباكيتس عم تنبعت اللي هي السن فلود، وحاليا لاحظ كيف اختفى. لو اعمل كنترول سي راح اشوف انه في 1260 باكيت خلال كم ثواني فعليا ولا واحد وصل، و 100% باكيت لوس، يعني كلهم راحوا. وهذا دليل على انه السركات حاليا لما اشتغل عندي كسيرفيس بدا يعمل ديتكشن لاي مالشس اكتيفيتيز ممكن تصير على على النتورك. في مثلا كمان انواع من المالشس سكانز ممكن استعملها، طبعا لاحظ هذا كمان نوع من انواع السكانز عم بيعمل ديتكشن على TCP، وهذا السورس والديستنيشن، وكله لاحظ في الرولز حسب المعرفين عندي مكتوب بدروب. طبعا هذا عبارة عن نيكتو سكان عم بيحاول يجمع معلومات على الويب سيرفر بالعادة او كذا، فالاي الاي بي اس فعليا عم بيعمل ديتكشن وعم بيعمل دروب لاي مالشيس ترافيك او باد ترافيك ممكن يصير على النتورك. فحاليا هو ما عمل دروب، حيضله يستنى وما راح يطلع له اي شيء لانه احنا عملنا دروب، شايف مين حيطلع له نو سيرفر فاوند. طبعا ما راح يطلع له اي شيء حتى لو كان في ويب سيرفر، لانه الاي بي اس عمل دروب لكل الباكيتس اللي كان بيحاول يعملها. فاعتقد يعني الفكره صارت واضحه انه كيف انا حاليا لما صار في عندي اي دي اس صرت اعمل ديدكشن والاي بي اس صار يعمل دروب للباكيتس، كيف انا حاليا بدات احمي نفسي اكثر. وطبعا في مجموعه رولز مش بس على السكانز، شغلات بتكون في المالوير وفي الرانسوم وير، ومجموعه يعني مجموعه كبيره من الرولز. وطبعا انت تتحكم بالرولز زي ما عرفنا بالفولدر اللي هو موجود تبع الرولز، ممكن نضيف اي رول، بس الاهم شيء بالكونفيجريشن نقرا الباث يكون بشكل صحيح ونكتب اسم الرول الموجوده عندنا، وزي ما شرحنا في بدايه الفيديو.